احتمالان اثنان لا ثالث لهما لإيجاد مشروع بديل عن جسر جل الديب. الأول نفق على امتداد الأوتوستراد وفوقه مستديرة، أما الاحتمال الثاني فجسران متقابلان فوق الأوتوستراد بشكل حرفي U. الاحتمالان يشكلان حاليا موضع مقارنة باشر مجلس الإنماء والأعمار بإجرائها بتكليف من مجلس الوزراء. النفق المطروح من قبل عدد من المهندسين في المنطقة بيتناول الفكرة التالية: السير اللي جاي من الدورة والمتجه نحو جوني عنده 4 مسارب للسير، عنده وصول لمنطقة جل الديب بينزلوا بالنفق بيرجعوا بيطلعوا بمرحلة تانية قبل الوصول إلى جسر أنتليس، والسير اللي جاي من جوني كمان بينزل وبيرجع بيطلع باتجاه نهر الموت دورة. فوق هالنفق رح يكون عندنا مستديرة بتأمن عملية الدخول من جوني إلى منطقة جل الديب عبر شارع مار عبدة، والخروج من منطقة جل الديب إلى بيروت عبر شارع مار عبدة. بالنسبة للجسرين المتقابلين، واحد بيوقع منهم بنطاق بلدية جل الديب بالكامل، بيأمن حركة الدخول إلى المنطقة للسير، هو جاي من جوني بياخد أقصى يمينه بيلتف فوق الأوتوستراد وبيرجع بينزل على المسلك الشرقي من الأوتوستراد. بالنسبة للي ظاهر من المنطقة بيطلع من شارع مار عبدة بيعمل يمين باتجاه أنتلياس بحدود تقريبا مسافة شي 200 متر، بيطلع على منحدر تاني بيلتف فوق الأوتوستراد وبيرجع بينزل على المسلك الغربي. مشروع النفق كان ليشكل المشروع المثالي لو أنه في منطقة أخرى، فهنا يرتفع منسوب المياه الجوفية، تكثر مياه الأمطار، تختلف خدمات البنى التحتية وتنشط حركة السير، ما يزيد مشروع النفق تعقيدا من الناحية التنفيذية، فماذا عن الاستملاكات وتحويل السير أثناء عملية الإنشاء؟ النفق المطروح بيتطلب كمان بعض الاستملاكات الطفيفة اللي هي أقل من البديل اللي هو الجسرين بشكل أوبوزي. بالنسبة للجسرين المتقابلين متطلبات الاستملاك فيه أكتر، لأنه الجسر الجنوبي بيصيب أو رح يصيب بعض الأبنية الموجودة، كلفة الإنشاءات فيه أقل يمكن من كلفة النفق. تنفيذيا بتحويلات السير الجسر على شكل أهين. أعمال المقارنة ستنتهي في غضون أقل من 3 أسابيع لترفع بعدها إلى مجلس الوزراء ويختار المشروع الأنسب، مع العلم أنه بعد حل موضوع الاستملاكات من المتوقع أن يعمل على مشروع الجسرين المتقابلين بين 12 و14 شهر، فيما مشروع النفق قرابة العامين والنصف.